أحمد محمود من الوقف، معايا 4 بنات، واحدة يعني 2 دول من أول ما اتولدوا دول تعبانين، عنديهم الكبد، تضخم في الكبد، يعني أروح بيهم مصر، أروح بيهم الأقصر، سوهاج، جميع المطار، ما حلتش مطار أنا وراجع. طبعا قالوا لي أشعات هناك وتحاليل، وراحوا قالوا لي أبوي ما لهاش علاج، ما لهاش علاج. بعد ما جيت خليت دي مع عمتها هنا، وجيت بالثانية الثانية راحت تعبت مني، جالها دور سخانة جامدة، جالها دور سخانة جامدة وراحت تعبت مني، ونفس اللي حصل معاها حصل معاها. جت حنة شوكي وهم 2 راكبين، وجيت بعد كده هنا، قعدت هنا، وبعد كده راح جوزي تعب، جاله ورم في الكبد، ويعني وقعد سنة هو يتعالج، وبعد كده مات من دي 3 سنين. واحدة سنة ثالثة ابتدائي، واحدة داخلة الإعدادي، واثنين تعبانين. دينا عندها 20 سنة، دينا عندها كبير، فرحاب عندها 19 سنة. بالنزيف لما منسفهم من مناخيرهم في الصيف، وفيهم حاجات على صدرهم، يعني دي على طول عم اديهم علاج زي كده، من قبض جوزي ومن قبض عيالي، والحمد لله اللي حن عليه 50، اللي حن عليه 100، اللي يجي زور الجبانة، يعني في الناس زور ناس هاي، عشان احنا ساكنين جنب الجبان، عشان احنا ساكنين جنب الجبان. بيني ما بين عيالي ما بين شغلي زي كده، يعني يكون مناسب يعني لي وللعيال.